والله بص، التكلفة دي ليها عناصر كتير عشان نقدر نحط التكلفة. يعني التكلفة دي بتختلف من محطة لمحطة، حسب طول الخط، حسب عدد المخارج، فكل حاجة بتبقى ليها سعر بتختلف حسب طلب العميل أو المواصفة اللي هو طالبها. أتمنى إن أنت تقدر تعمل حاجة كنت وعدتني بيها، وهو توطين صناعة السيزرات في مصر بكل التكنولوجيا اللي فيها تتصنع من هنا. هتقدر؟ الأسبان عندهم استعداد؟ بص يعني أنا قلت لك الكلام ده السنة اللي فاتت وإحنا موجودين في المعرض، ده كان اتفاقنا معهم من أول يوم إن إحنا لو هنخش السوق المصري فإحنا مش هنخش عشان بس نتاجر وخلاص، إحنا محتاجين برضو إن نوطن الصناعة دي. خلاص عزمنا النية إن إحنا ابتداء من الأيام القليلة القادمة هننشئ هنا مصنع. المصنع ده هيقوم بتصنيع بعض أجزاء من الخط في مصر، ويصنع أجزاء كتير أيضا موجودة. يعني إحنا عايزين نصنع المكن مثلا اللي بيعمل الشامبر، عندنا القدرة على ده، والأسبان اتفقنا معهم إن هم هيدعمونا بده، وكل ده هيبقى بأيدي مصرية. عايزين على سبيل المثال الدمبر يبقى دمبر أوتوماتيك. عايزين نحقق إن إحنا المحطة تطلع أقصى طاقة إنتاجية ليها بأقل تكلفة وبأعلى جودة. الجدع.